يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. ابدأ يومك صح، نبتدي يومنا بالطاقة الإيجابية، بالابتسامة الحلوة، بالشغل وبالعمل. والنهاردة هنتكلم زي ما احنا متعودين، بنبتدي ان احنا نعرف ايه الوراء مسمى بعض المدن، بعض الأماكن اللي احنا جايين منها. النهاردة هنتكلم عن، يمكن بدأت حلقتي بالشغل لأن دي من الأماكن المشهورة جدا 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 إنها خالية من البطالة. أنا بحبها جدا جدا المدينة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، وهي بالتأكيد مدينة دمياط. دمياط دايما عاملة زي خلية، اللي ينزلها هناك يلاقي خلية نحلة، مفيش حاجة هناك اسمها بطالة، مفيش حد هناك قاعد في البيت سواء كان صغير ولا كبير. الأطفال الصغيرين وهم في المدارس بعد ما بيخلصوا في الأجازة الكبيرة تلاقيهم برضو، مش هقول بيشتغلوا طبعا عشان عمالة الأطفال، لكن بينزلوا يتدربوا ويشوفوا ويتفرجوا. الدنيا هناك دايما كلها شغل. النهاردة هنتكلم عن دمياط اللي يقال إن هي طبعا كانت موجودة من أي العصر الفرعوني. طلعوا بقى ورقة وقلم كده وركزوا معايا عشان الأسامي بتاعتها كانت صعبة شوية، وربنا يستر وانطقها صح يعني. لكن في العصر الفرعوني كان اسمها تمحيت، وبعد كده أي بلد الشمال يعني، معناها كان ساعتها بلد الشمال. وفي العصرين اليوناني والروماني سميت بعد كده تمياتس، معرفش طبعا برضو ده صح ولا غلط، بس يعني أدينا مع بعض بنتعرف. اسمها تمياتس كانت في العصرين اليوناني وبعد كده اليوناني والروماني، وبعد كده في العصر القبطي بقى اسمها تميات، معناها في اللغة المصرية القديمة الأرض اللي بينبت فيها الكتان. كمان دمياط قبل ما تبقى محافظة تم إنشائها، أو الإنشاء الأول ليها كان 1810، وبعد كده 1945 أصبحت مديرية مستقلة. لكن بعد كده 1960 صدر بقى القرار الجمهوري كان رقم 1755 بأنها تبقى محافظة. احنا شايفين طبعا الصور قديمة لمحافظة دمياط، وهي طبعا معروف ان هي من محافظات الوجه البحري، بتقع في شمال شرق الدلتا، بيخترقها بالتأكيد نهر النيل، من الشرق منها مدينة بورسعيد، والغرب والجنوب بتاعها الدقهلية، من الشمال البحر المتوسط. كمان معروف عنها الزراعات الكتيرة الحقيقة، مشهورة منها جدا مثلا أشجار النخيل فيها بشكل كبير جدا جدا، مزارع الجوافة من الحاجات المشهورة جدا جدا فيها. كمان مشهورة طبعا بالتأكيد احنا كلنا عارفين أحلى وأكتر وأجمل أثاث بننزل، عايز يفرش بيته اللي عايز، كل عروسة كل عريس والحاجات دي كلها بيتجه لمين؟ لدمياط. عشان كده بقول لكم هناك عاملة زي خلية النحل. طبعا الأثاث هناك يعني على مستوى عالي جدا جدا من الجودة، كمان بيصدروا جزء كبير جدا منه. دايما بتلاقي الأماكن اللي فيها المعارض بتاعت الأثاث الدمياطي دي مشهورة في كل محافظات مصر. كمان مشهور جدا جدا بالتأكيد المشبك، وكمان الجبنة الدمياطي، ما تنسوش أنا بحب الجبنة البيضاء جدا، فالجبنة الدمياطي من الحاجات المشهورة جدا. صباح الخير على مصر كلها وعلى أهل دمياط بالتأكيد، الناس الشغالة، الناس العاملة، الناس اللي بتبتدي يومها كل يوم بطاقة أمل وعمل. صباحكم خير، يلا نبتدي حلقتنا، حلقة جديدة 8 الصبح. هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر فأحسن ناس. الشيخ عامر السيد فأنا المصري. وهنستعرض تفاصيل الخدمات الجديدة اللي بيقدمها برنامج وعي بكافة المحافظات، وقراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، ونرصد أبرز جهود الدولة لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، وهنستقبل مواهب شبابية جديدة في أداء أغاني زمن الفن الجميل.
برحب بحضراتكم مرة تانية. خلينا نبتدي بقى سريعا حلقتنا بالفقرة الخدمية اللي بنبتدي فيها دايما مع حضراتكم بحالة الطقس وبيان هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول لنا إن هيبقى فيه ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، هيسود طقس لطيف في الصباح الباكر، يعني هو مائل للبرودة شوية بس لطيف جدا الحقيقة، الناس بتستمتع جدا واحنا نازلين الشغل الصبح بدري. حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء. مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على باقي الأنحاء. كمان من المتوقع أن يكون في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، شمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة. يمكن النهاردة الزيادة في حالة الطقس حكاية الفرص الخفيفة للأمطار دي، بس أعتقد في هذا الجو يعني الدنيا تبقى لطيفة، يعني احنا مستمتعين جدا جدا من الجو ده وعايزين الجو يستمر كده معانا، يعني يا ريت يكمل كده للصيف يبقى حاجة لطيفة جدا. خلينا نشوف بيان تفصيل درجات الحرارة في كل محافظات مصر. نبتدي من القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر 34-21، بقول لحضراتكم يعني درجات الحرارة لطيفة جدا في معدلات الطبيعية جدا. الإسكندرية والعالمين الجديدة 29-18 طبعا بالليل لطيف للغاية. السلوم 27-15، بورسعيد ودمياط المنصورة نفس المتوسطات تقريبا، بنتكلم 28-19 المنصورة، في ارتفاع شوية في درجات الحرارة هي الإسماعيلية صباحا خصوصا، بنتكلم 34-21. نروح سريعا لشرم الشيخ، شرم الشيخ والسويس في درجات برضو ارتفاعات في درجات الحرارة صباحا، العظمى 33، الصغرى 23، العريش 28-19 هي ورفح، طابة 33-19. وصولا لسانت كاترين بدأنا نشهد بعض الارتفاعات وخصوصا درجات الحرارة العظمى صباحا 28، لكن بالليل بتستمر درجات الحرارة طبعا معتدلة وجميلة مائلة للبرودة 11 درجة طبعا نظرا لارتفاع سانت كاترين اللي احنا متعودين عليه. الغردقة 33-23 برضو درجة حرارة متوسطة وجميلة. الفيوم بتستمر نفس درجات الحرارة 34-21. نروح بقى نشوف مدن الصعيد اللي بنشهد فيها بعض الارتفاعات في درجات الحرارة، وأسيوط 36-21 بدأنا نشهد الارتفاعات في درجات الحرارة صباحا، لكن ما زلنا بالليل درجات حرارة معتدلة استمرارا مع الصعيد، ونوصل لدرجات الحرارة أو درجة الحرارة العظمى النهاردة وأكبر درجة حرارة عظمى بتسجلها الأقصر، بتسجل 40 درجة وده صباحا، دي درجة الحرارة العظمى بالتأكيد. الصغرى 20، يعني بنتكلم في 20 درجة فرق ما بين العظمى والصغرى في الأقصر، فلازم الناس كلها تاخد بالها سواء أهالينا في الأقصر أو اللي بيقضوا أجازات هناك، فناخد بالنا 40-20 فرق 20 درجة. أسوان 39-22، شلاتين 34-23، أخيرا الوادي الجديد 39-20. يبقى مرة تانية الأقصر النهاردة هي اللي بتسجل درجة الحرارة العظمى الأكبر وهي 40-40، بدري قوي الأقصر كده، يعني الحرارة واضح إنها داخلة كده جامدة شوية، فكل أهلينا في الأقصر وكل الناس اللي هناك بالتأكيد ناخد بالنا إن احنا الصبح ناخد بالنا نشرب بشكل متواصل مياه، نبقى لابسين ملابس قطنية، ما نخففش قوي أو يعني الصبح ممكن نبقى مخففين بس بالليل ناخد بالنا، لأن درجة الحرارة 20 في فرق 20 درجة ما بين العظمى والصغرى عشان لا قدر الله لا تحصل ما يبقاش فيه حالات برد أو ما شابه. طمنا على حالة الجو، نروح نطمن بقى على حركة المرور زي ما احنا متعودين من خلال تطبيق جوجل ماب وبالتحديد من طريق صلاح سالم، نشوف فين بقى الأماكن اللي فيها بعض الكثافات، الأماكن اللي بتشهد سيولة مرورية. ماشيين في صلاح سالم لغاية دلوقتي الخريطة بشكل عام هو اللون الأخضر زي ما حضراتكم شايفين هو السائد، يعني الحمد لله ما فيش كثافات مرورية، لكن يعني كل ما بنقدم أو كل ما بنقرب من كوبري أكتوبر بنشهد الكثافات، بدأت كثافات متوسطة اللي بنشهدها دايما في هذه المنطقة امتداد رمسيس، وإحنا طالعين بقى على ميدان رمسيس. طلعنا أكتوبر برضو لغاية دلوقتي الكثافات معقولة، بدأت تظهر كثافات متوسطة أسفل أكتوبر، رمسيس الحال أفضل كثيرا. بعد كده طبعا منطقة غمرة بدأ فيها الكثافات يبقى بشكل عالي جدا جدا، مستمرة معانا الكثافات العالية على كوبري أكتوبر، وبرضو شارع رمسيس بدأ يظهر فيه الكثافات العالية وصولا إلى كورنيش ماسبيرو، كثافات عالية جدا جدا امتدادا لغاية مطلع 15 مايو.
بعد ما بنعدي 15 مايو منطقة التحويلات المرورية طبعا بتبقى دايما واقفة، لكن بعد كده بيبقى الحال أفضل كثيرا. مستمرين في الاتجاهين برضو، ما فيش أي نوع من أنواع الكثافات. بدأت تظهر الكثافات المعتادة اللي هي بتبقى فوق الدائري، وطبعا ميدان لبنان دايما المنطقة دي في هذا التوقيت الذروة الصباحية بتشهد كثافات عالية جدا زي حضراتكم شايفين، وبتبقى ممتدة لغاية مدينة السادس من أكتوبر. فبنوصي حضراتكم اللي بينزل بشكل مباشر مثلا من مصر الجديدة لستة أكتوبر أو العكس من الشرق للغرب والغرب للشرق، في العديد دلوقتي من البدائل المرورية. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامة. خلينا نروح سريعا نعرف النهاردة أسعار الخضروات والفاكهة ومواقيت الصلاة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا بقى سريعا نبتدي أخبارنا النهاردة. الفقرة الخبرية أول ملف هنتكلم فيه النهاردة ملف التعليم. بالتأكيد طبعا ملف التعليم من الملفات اللي كان فيها مش هقول فيها بس كان فيها تحديات، خصوصا مع الأحداث مثلا زي الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخرا طبعا ما يحدث في الشقيقة السودان. يمكن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اندلاعها في شهر 2 الماضي في 2022 كان في العديد من الطلاب المصريين اللي كانوا بيدرسوا هناك في العديد من الجامعات، ودايما كنا بنشهد هناك يعني المعروف دايما الطب، الصيدله، الهندسه، يعني ما يطلق عليه يعني كليات القمه. فكانوا بيطلعوا عشان مثلا اللي عايز يدخل هناك المجموع بتاعه ما جابش فيطلع بره اوكرانيا ان هو يدرس هذه الجامعات. بعد طبعا الاحداث كان في رجوع عدد كبير جدا جدا من المصريين الدارسين هناك، يعني بنتكلم في ايام معدوده بقى عندنا اكتر من 2500 طالب، وبعد كده بقى العدد اكبر في يوم وليله بقى موجودين هنا ومش عايزين في نفس الوقت اهاليهم طبعا قلقانين عليهم، السنه مش عايزينها تضيع عليهم. فكان طبعا في تحدي كبير جدا لوزاره التعليم العالي، خصوصا ان هم الطلاب دول يبداوا يتعمل لهم امتحانات عشان تحديد المستوى. الامتحانات دي فعلا اقيمت، واقيمت بسرعه جدا جدا في جامعات زي القاهره وعين شمس، وبعد كده تم فتح باب القبول في العديد من الجامعات الخاصه في الجامعات الاهليه علشان الطلاب دي السنين بتاعتهم ما تروحش عليهم. الدكتور عادل عبد الغفار مستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزاره التعليم العالي قال ان امانه مجلسي الجامعات الخاصه والاهليه خصصت بريد الكتروني. البريد الالكتروني ده هينزل قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. معمول ليه بقى؟ علشان نفس الموضوع، لكن كمان العائدين بقى مش بنتكلم بس على اوكرانيا دلوقتي او على روسيا، لكن كمان العائدين من السودان، من الشقيقه السودان طبعا عشان الاحداث. فاحنا بنتكلم دلوقتي على العائدين من السودان، من روسيا، من اوكرانيا، الراغبين بالتاكيد في التحديد
التحويل لجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وبيستقبل البريد الإلكتروني ده دلوقتي كافة الأسئلة، كل الاستفسارات والتحديات اللي ممكن تواجههم علشان يقدروا يعملوا التحويل لجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها، وعلشان طبعا كل أبنائنا ما تضيعش عليهم سنة. زي شايفين الخبر مع حضراتكم، شايفين برضو البريد الإلكتروني على الشاشة، فأي حد عنده أي سؤال سواء كان ولي الأمر أو الطلاب، إن هم الاستفسارات العائدين بقى من السودان، من روسيا، من أوكرانيا، ولسه لغاية دلوقتي ما حولوش أو ما دخلوش أو لم يلتحقوا بالجامعات المناسبة، فإن هم يدخلوا سريعا بيسجلوا أسئلتهم على هذا البريد أو بيبعتوا من خلال هذا البريد الإلكتروني، بيتم الرد عليهم تلقائيا بشكل سريع جدا عشان يلحقوا وما يضيعوش عليهم سنة. ربنا بالتأكيد يعني يوفق كل ولادنا ويحل إن شاء الله الأزمة في الشقيقة السودان قريبا بإذن الله. لكن بالتأكيد كان تحرك مهم جدا جدا لوزارة التعليم العالي. نروح بقى لملف تاني، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وخاصة الشباب والمرأة، ليه؟ للتقديم والمشاركة في المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. طب هتقولوا لي ايه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟ دي مبادرة تم اطلاقها، وده كان في شهر 4 اللي فات، قبل طبعا استقبال مصر لقمة هامة جدا وهي قمة المناخ اللي تم استقبالها في شرم الشيخ في شهر 11 الماضي، وطبعا كانت حاجة مشرفة جدا جدا لمصر. وفي نفس الوقت المبادرة دي بتتسق وتتماشى بشكل كبير جدا مع رؤية مصر 2030، مع الرقمنة، مع الاتجاه ان مصر تكون مركز اقليمي استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة. هنتكلم النهاردة في هذا الملف بشكل اكبر، لان مصر دلوقتي اول دولة افريقية اصبحت بتصدر الطاقة الخضراء النظيفة. هنفتح هذا الملف النهاردة، لكن خلينا نتكلم دلوقتي على هذه المبادرة، على اهميتها، على المستهدف منها، ازاي المشاركة فيها. معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في كل محافظات مصر. أهلا بحضرتك يا دكتور، وخلينا نعرف على أو نتعرف أكتر على هذه المبادرة، على أهميتها، على الفئات المستهدفة منها، تفضل. يعني زي ما اكد معالي الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه فيما يتعلق بان دي الدوره الثانيه، ودي المبادره دي بتتم بشراكه استراتيجيه مع المحافظات المصريه ووزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه المصريه، وابتدت فتح الباب ليها للمشروعات الشبابيه ومشروعات اللي بتشجع على الممارسات والافكار الابتكاريه فيما يتعلق ب مشروعات تكون صديقة للبيئة، زي مشروعات فازت قبل كده في الدورة الأولى زي بنك المخلفات، زي المشروع كبير جدا ومهم جدا ملاذ الآمن بالنسبة للحياة البرية في مدينة الفيوم وغيرها في المحافظات المصرية. كل هذه المشروعات اللي بتتعامل كمان مع الاقتصاد الدائري، بمعنى الاستفادة ازاي في أفكار تكون موجودة ابتكارية في شكل مشروعات انها تشجع على استخدام الموارد، وان احنا نعظم من استخدام المواد والموارد دي، برضو مشروعات الخاصة بالتدوير الامن للمخلفات وازاي نطلع منها منتجات تراثية ومنتجات حرفية و بعض المشروعات الأخرى اللي يستفاد بيها. كل دي مشروعات بتعتبر مشروعات صديقة للبيئة، بتؤدي إلى تخفيف من الحمل البيئي من جانب، وبتساعد على التكيف مع الآثار المتغيرة الخاصة بالمتغيرات المكانية، وبالتالي بتحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الممارسات. برضو مشروعات وأفكار بتشجع على زيادة المساحة الخضراء. كل المشروعات دي بتتقدم وبتتنافس، وان شاء الله. طب خلينا نتكلم، احنا هنا بنتكلم عن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية، خلينا نتكلم على الدورة الاولى، ما تم تحقيقه على ارض الواقع منها. يعني خلينا اقول لحضرتك، هناك مشروعات زي ما تفضلت حضرتك، مشروع مهم جدا زي مشروع الملاذ الامن للحياة البرية في محافظة الفيوم، وده هيتم على بشراكه، النهارده اصبح بشراكه استراتيجيه ودوليه مع
منظمات دولية ومع المملكة الأردنية. دي كلها كانت أفكار شبابية قدمت في المرحلة الأولى. هذا الشهر بالفعل شهد تحرك على الأرض، وتم تخطيط 1000 فدان في محمية وادي الريان. كل ده بحيث أنه يتم استخدام وتطبيب الحيوانات، وكذلك الأمر التشجيع على السياحة البيئية في المحمية دي، وغيرها من الأفكار الابتكارية الأخرى اللي موجودة في مشروعات جاري تنفيذها زي في الأقصر وأسوان، الخاص ببنك المخلفات لاستقبال المخلفات والعمل على تعظيم الاستفادة منها في شكل المفروزات بتاعتها، ازاي بيتم توجيهها بشكل أو بآخر إلى الصناعات القائمة على التدوير. ومن ثم النهاردة أصبح هناك شركات متخصصة في عملية تدوير المخلفات دي، وخاصة المخلفات البلاستيكية اللي النهاردة في منها شركات أصبحت بتصدر إلى دول أوروبية عديدة موجودة على أرض مصر مثل هذه الشركات. كل دي أفكار ابتكارية، لكن أخليني أقول لحضرتك على مستوى كل المحافظات المصرية هناك ندوات توعوية، وده اللي أكد عليه معالي الوزير، بحيث أكبر عدد ممكن من الأفكار تتقدم ويبقى عندنا بنك للأفكار دي. الأفكار دي كلها بتتنافس، البروتوتايبس بتاعتها طيب حضرتك بتتكلم على الأفكار إن هي تتقدم، عايزين نعرف إيه شروط، إيه آليات المشاركة، وخصوصا بنتكلم على هنا المرأة والشباب والقطاع الخاص. بالضبط، ومنظمات المجتمع المدني أيضا يا فندم يتقدموا في ويب سايت موجود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشرته، وموجود على بوابة وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط، وكذلك بوابات المحافظات المصرية، انه يتقدم اصحاب هذه المشروعات بحيث المشروعات اللي بتفوز بيتم تبنيها، وبالتالي بتخرج للنور في شكل مشروعات تحافظ على التغيرات المناخية، بحيث ان احنا في الاخر خالص الهدف الرئيس من هذا وذاك ان احنا يكون عندنا تنوع بيولوجي او تنوع بيئي يحد من الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه اللي كلنا عايشينها دلوقتي يا فندم. كل الشكر الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه، بالتاكيد مره تانية في رؤيه مصر 2030، وتماشيان بالتاكيد مع نظره العالم على ضروره الاتجاه للطاقه الجديده والمتجدده، وطبعا بعد النجاح الكبير اللي حصل من استضافه مصر لقمه المناخ اللي كانت في شرم الشيخ، فبنلاقي بوادر جميله جدا زي المشروعات الخضراء الذكيه، هذه المبادره والعديد من المبادرات والمشروعات، ولسه تاني النهارده هنتكلم في هذا الموضوع بشكل مستفيض إن شاء الله من خلال قراءة الصحف. نروح لملف تاني، وهو المشكلة اللي قعدنا فترة كبيرة، الحقوا يا جماعة الأسعار بتاعت الدواجن مرتفعة، أسعار رؤوس الماشية مرتفعة، ليه؟ أصل إحنا ما فيش أعلاف، أصل كان في أزمة، برضو إحنا بنعترف على أرض الواقع إن كان في أزمة في الأعلاف، لكن تحرك السريع من الحكومة ولقينا الإفراجات المتتالية الجمركية عن كم كبير جدا من الأعلاف، ولسه ده لغاية دلوقتي مستمر، وخصوصا إن إحنا داخلين كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا على العيد الكبير، وهيبقى في يعني إقبال كبير طبعا على رؤوس الماشية. فالنهاردة أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، الكمية دي كانت قد إيه؟ 308 ألف طن ذرة وصويا، وده بحوالي 134 مليون دولار، وده بالتأكيد بيمثل أكبر كمية إفراجات من تاريخ 16/10/2022 لغاية دلوقتي، ده بالتأكيد طبعا تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علشان متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وعلشان أكتر نتعرف على التفاصيل هذا الموضوع انعكاسه على السوق، هل ده فعلا هيأثر، وخصوصا وإحنا مرة تانية داخلين على العيد الكبير او عيد الاضحى ان شاء الله، ده هيأثر على اسعار رؤوس الماشية اللي هو متوقع ان هي هتبقى يعني هتشهد ارتفاع كبير، هيبقى فيه هنلاقي فيه انخفاض شويه في الاسعار كمان بالنسبه للثروه الداجنه، اخبارها هتبقى ايه في ان هنشهد انخفاض قريبا. معانا على التليفون الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. صباح النور يا استاذ اسماء، صباح النور لكل الساده مشاهدينك الكرام.
يعني سريعا كده، احنا بنتكلم على مجموعه كبيره من الافراجات الجمركيه وكانت ورا بعض عن الاعلاف وانعكاساتها على السوق. هل هذا يعني احنا بنتكلم في اكبر بقى كميه تم الافراج عنها من 2022 شهر 10 يعني، فبنتكلم على كميه كبيره. هل نقدر نقول واحنا باريحيه كده ان خلاص الحمد لله ازمه الاعلاف ما بقاش في ازمه في السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا متابعين يمكن ازمه الاعلاف او ملف الاعلاف بالتحديد بيدار على اعلى مستوى ويراقب ويتابع على مدار الساعه من اقامه رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء. وجهودنا برضو بالتنسيق التام بين معالي وزير الزراعه معالي محافظ البنك المركزي وتدبير العمله اللازمه للافراجات المناسبه عن كميات سواء كانت ذره او صويا او اضافات اعلاف اللي هم بيمثلوا النصيب الاكبر في الاعلاف، والكميات اللي تم توفيرها اكبر كميه منذ اندلاع الازمه في اكتوبر حتى الان. أيوة. ودي بتناسب وتلائم كافه سواء كانت الدواجن او الثروه الحيوانيه او الثروه السمكيه الموجوده. طبعا العلف لوحده بيمثل حوالي يمكن يصل الى 80% من جمله تكاليف ومصروفات التشغيل وتكاليف انتاج العمليه سواء كانت ثروه حيوانيه او دجنه، وبالتالي ده هيؤثر اكيد بشكل ايجابي على تراجع الاسعار وانخفاضها سواء كانت اللحوم والالبان والبيض والدواجن. يمكن حضرتك برضه احنا متابعين اخر 10 ايام الاسعار بالفعل في تراجع، ودوت نتيجه زي ما بقول لحضرتك ان هذه الكميه تم الافراج عنها خلال الاسبوع الاخير يمكن من 4 ل 11 مايو. طبعا هذه الافراجات وزاره الزراعه بالتنسيق مع كافه الاجهزه الرقابيه بتقوم بحملات تفتيشيه ومتابعه وتتبع لهذه الكميات للتاكد والاستوصاف من وصولها لمستحقيها. يعني بنمنع اي احتكار او اي تخزين لهذه. يعني دلوقتي الكميات الموجوده في السوق بتكفي الاحتياجات ولا لسه برضو عندنا ازمه في الاعلاف؟ تكفي الاحتياجات الحمد لله. عظيم. وتغطي كافه الاحتياجات، ودوت ان شاء الله بينعكس وابتدت اثاره بالفعل تظهر. يمكن احنا شفنا تراجع في اسعار الدواجن واسعار بيض المائده الاخر يومين. طيب هل في متابعه كمان علشان نشوف زي ما بيقول ان الانعكاس ده على ارض الواقع ان هو فعلا الاسعار بدات تنزل؟ هل في متابعه من طرف حضراتكم؟ انا بقول لحضرتك ان في هذه الكميات بتتابع مش بس بتتم بالكيلو جرام، يعني الكميه اللي تمت الافراجات مين اللي تم الافراج ليه وبتتوزع فين، ولغايه ما بنطمن انها بتتصنع وبتتوزع. أيوه. على المربيين الى ان تكون في صوره منتج نهائي سواء لحوم او البان او بيض او دواجن. طيب عايزين برضو نستثمر وجود حضرتك بقى وسؤال اعتقد ان هو لسان حال رجل الشارع دلوقتي بيسأله، وهو استعدادات وزارة الزراعة لان شاء الله عيد الاضحى المبارك كل سنة وحضرتك طيب في توفير الرؤوس المشاية على وجه الخصوص عشان تبقى متوفرة باسعار معقولة. قواعد بيانات دقيقة الكترونية ومتابعين وعارفين انتاجنا قد ايه واحتياجاتنا قد ايه، احنا محتاجين لو محتاجين حاجة بنستوردها، وبالتالي ان شاء الله نغطي كافه الطلبات والاحتياجات والاسعار ان شاء الله تكون في المتناول. وان شاء الله احنا شغالين على الملف دوت، واحنا اختبرنا كتير في المواسم سواء كان شهر رمضان المعظم سواء كان عيد الاضحى المبارك، وكل المواسم ان شاء الله نحن نغطي الاحتياجات وعلى مدار العام باطل. يعني نبشر الناس ان شاء الله هيبقى فيه لحوم، هتبقى فيه توافر للحوم باسعار مناسبه، وكمان بالتاكيد رؤوس المشاه لان بنشهد على وسائل التواصل الحقيقه يعني مش هنقول مش عايزين نساهم في الشائعات، لكن بيقولوا ان هيبقى فيه ارتفاع كبير جدا في رؤوس المشاه. ما نسمعش الشائعات وما نسمعش بعض البوك اللي هي متشائمه. طيب اكيد مره تانية هنبقى مع تواصل حضرتك عشان نتابع هذا الملف. الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه كل الشكر. نروح بقى لاهالينا في الصعيد احسن ناس بالتاكيد اسيوط. ايوه كل جوه قال لي اسيوط. ايوه اسيوط محافظه اسيوط. مدير مديريه القوى العامله في محافظه اسيوط اعلن امس عن انطلاق ملتقى، الملتقى ده علشان توظيف الشباب، وده هيكون او يعني قائم في المرسى السياحي بحديقه الفردوس، يكون بمشاركه 42 شركه بتوفر 6000 فرصه عمل، وده طبعا في اطار برنامج فرصه. البرنامج ده بينفذ من خلال مشروع
مشروع لتشغيل الشباب في مصر، وده لما نقول في أسيوط يبقى احنا بنتكلم في كل محافظات، مش بنتكلم بس في محافظات البحري وبعيدا عن الصعيد، لا الصعيد وكل محافظات الصعيد من الشرق الغرب ومن الشمال الجنوب هتكون من خلال هذا البرنامج او برنامج فرصة، بالتعاون ما بين ايه؟ بالتعاون ما بين العديد من الوزارات، مثلا القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، محافظة أسيوط، مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وده بالتأكيد تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات. ليه؟ علشان نوفر فرص عمل للشباب. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. معنا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ اسماعيل. طبعا حدث مهم، وبنتكلم على محافظات الصعيد، يعني معنى كده ان احنا بنتكلم على كل المحافظات مش فقط محافظات البحر الابلي او بحري او ما شابه، لا احنا بنتكلم على كل المحافظات فيها مثل هذه الاحداث، او ان احنا بنتكلم على توفير القوة فرص العمل. خلينا نتكلم على محافظات الصعيد و6000 فرصة عمل في اسيوط. طيب يا فندم، اولا صباح الخير. اهلا بحضرتك. حضرتك اولا خلينا يعني تسمحي لي اولا ان اتكلم بس بشكل عام في يعني في ثواني قليله. طبعا الـ 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 يعني سوق العمل في العالم كله بيواجه تحديات كبيره جدا زي ما احنا عارفين، وده طبعا بتؤكده كل التقارير الدوليه اللي تصدر عن المنظمات المتخصصه من خلال طبعا قضيه البطاله، قضيه التشغيل، قضيه الحمايه الاجتماعيه للعمال وللشباب الى اخره. طبعا احنا في مصر الدوله بتولي اهتمام كبير جدا في سياسه وثقافه التشغيل، عندنا برامج وعندنا مشاريع، وعندنا طبعا لو نتذكر معا التوجيهات والقرارات اللي اعلن عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال منذ ايام وبالتحديد في اول مايو الجاري، طبعا هو اكد يعني من ضمن التكليفات كان في 10 تكليفات و10 قرارات لوزاره القوى العامله، من ضمن التكليفات دي في قرارين او تكليفين يخصوا مساله فرص العمل وتوفير فرص العمل للشباب. يمكن ابرزها طبعا تكليف وزاره القوى العامله بسرعه انتهاء الوزاره من اطلاق المنصه الوطنيه لمعلومات سوق العمل اللي هي بتدور في فلك وفي اطار الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل اللي هي لها مجموعه من الاهداف طبعا اللي هي فهم سوق العمل وضبطه وتوفير المعلومات وان تكون حلقه الوصل بين الشباب الراغب في العمل وبين الشركات التي تعلن عن فرص عمل. ايضا لها بنود خاصه بتوعيه الشباب. يعني هل تم اطلاق هذه المنصه بالفعل؟ فندم يعني العمل يجري على قدم وساق، يعني دي توجيهات متوقع تبقى قريبا يعني ان شاء الله العمل ان شاء الله، لان احنا معانا شركاء اجتماعيين طبعا في الـ في الـ في مصر هنا طبعا بنعمل حاليا على يعني سرعه اطلاقها ان شاء الله في القريب العاجل. التكليف الثاني اللي طبعا يلا مجموع يعني موضوع الاستراتيجيه ده موضوع كبير جدا له يعني اهداف طبعا عشان طبعا برنامج حضرتك، لكن عشان نتكلم في الموضوع بتاعنا، لكن ايضا من ضمن التكليفات الخاصه باللي اعلن عنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اطلاق حمله قوميه لتحسين الصوره الذهنيه في المجتمع لقيمه العمل واهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر ورياده الاعمال واقامه المشروعات الصغيره والمتوسطه. اذا في النهايه عايزين نؤكد قبل ما نتكلم على موضوع اسيوط ان الدوله المصريه بتولي اهتمام كبير جدا في لتوفير فرص عمل حقيقيه ولائقه للشباب. طيب دي حاجة مهمة جدا. نروح لأسيوط بقى، نروح للصعيد وملتقى التوظيف. هل الملتقى ده هيبقى الأول ولا هيبقى فيه في كل محافظات الصعيد؟ ونتكلم على نعم، هو بالفعل يا فندم هناك يعني ملتقيات بتتم بشكل مستمر، ده مش الملتقى الاول ولا الاخير. احنا الفتره القليله الماضيه طبعا احنا عملنا عدد كبير جدا من الملتقيات، كان اخرها في ملتقى في محافظه البحيره، كان في ملتقى في جنوب سيناء، كان في ملتقى في العاشر من رمضان، كان في ملتقى كبير جدا في القاهره يعني، ومعظم هذه الملتقيات في نسبه كبيره جدا منها لذوي الهمم زي ما احنا عارفين. لما نيجي نتكلم عن الملتقى اللي احنا بصدد الحديث عنه اليوم، هو ملتقى طبعا خاص بمحافظة أسيوط. هذا الملتقى الهدف منه توفير 6000 فرصة عمل، بيشارك فيه 42 شركة زي ما حضرتك ذكرتي. هذا الملتقى بيأتي في إطار برنامج يسمى برنامج فرصة، اللي بينفذ من خلال مشروع تشغيل الشباب في مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الاجتماعيين معانا زي وزارة التضامن، مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، محافظة أسيوط. طبعا في هذه الشركات طبعا عشان الناس تبقى عارفه الموضوع، في شركات في كل المحافظات بتعلن او بتطلب فرص عمل، وزاره القوى العامله بتكون هي الوسيط بين الشباب وبين هذه معظم. هل في قطاعات بعينها بتكون مطلوبه؟
طبعا يا فندم، يعني كل محافظه زي ما حضرتك عارفه بيكون لها طبيعه خاصه، يعني محافظه الوادي الجديد على سبيل حسب المثال الصناعات المتواجده في هذه المحافظه. طبعا هناك محافظات صناعيه، هناك محافظات خاصه بالسياحه والفنادق، هناك محافظات خدميه صناعيه الى اخره. في يعني اللي عايز يعني يخش يعرف التفاصيل بيخش على الموقع الرسمي لوزاره القوى العامله، هيعرف كل الفرص المطلوبه عشان ما ننساش حاجه. لكن في النهايه احنا في رسائل كثيره جدا بنحاول ان احنا نرسلها للشباب المصري من خلال هذه الملتقيات، ليس فقط توفير فرص العمل. طبعا هناك تاكيد من معالي وزير القوى العامله حسن شحاته على جميع مديري مديريات القوى العامله اللي بتقام في محافظتهم هذه الملتقيات ان هم يتحققوا من هذه الوظائف وهذه الفرص، وان يتواصلوا مع الشباب حتى بعد ما يستلموا هذه الفرص علشان خاطر يعني نعم المتابعه المستمره لهذا الموضوع. طب اخيرا اخيرا عشان بس استثمر الوقت مع حضرتك، هل في برامج تدريبيه بتقدم بقى للشباب علشان يكونوا مؤهلين لسوق العمل؟ وزارة القوى العاملة بتمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية. نحن بصدد أيضا خلال أيام هنطلق يعني 7 عربات تدريب متنقلة على مهن مختلفة بيحتاجها سوق العمل، زي الخياطة والتطريز، زي السباكة، زي الكهرباء، زي كافة المهن اللي هي خاصة بالذكاء الاصطناعي، الكمبيوتر إلى آخره من هذه المهن اللي مطلوبة في سوق العمل دلوقتي. الوزارة طبعا هذه الدورات مجانية على أي شاب يرغب في ان يؤهل نفسه وان يتدرب على مهنه يحتاجها سوق العمل، يتوجه فورا الى اي مديريه من مديريات القوى العامله، وهذه الدورات بتكون مجانيه طبعا. طبعا بعد المتفوقين من هذه الدورات بيحصل على جوائز، وبيحصل ممكن يحصل على مكنه شنطه سباكه او كهرباء او مكنه خياطه او تطريز بتؤهله لاقامه مشروع صغير. هذه المراكز منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، خاصه التي تعمل في نطاق مبادره حياه كريمه. كل شكر الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة. بالتأكيد مرة تانية بنأكد سواء كان من خلال هذه المبادرة أو من خلال غيرها، الاهتمام بالدولة وبالشباب وبالتمكين بشكل كبير جدا في كل أنحاء مصر. الأول كنا بنلاقي في محافظات بعينها دايما الناس كانت بتشتكي إن الصعيد دايما مهمل. أعتقد إن فعلا نقدر وإحنا كده وأنا من أبناء الصعيد إن إحنا نقول إحنا دلوقتي بنعيش عصر الصعيد السعيد. بالتأكيد نروح للملف طبعا الأهم والأبرز اللي دلوقتي كل مواطن أعتقد في مصر وحتى اللي عايشين برا بيتابعوا بشكل يومي وبشكل يعني عن قريب جدا، الحوار الوطني. نتكلم عن حوار كل فئات المجتمع بتشارك فيه، انت غيرك السيدات، سواء بعيدا بقى عن ان احنا دايما كنا بنتكلم على المشاكل ان الحوار فيها بيبقى ما بين النخبة، لا اي واحد اي واحد، اي شاب، اي سيدة، مهما كان المستوى التعليمي لك رأي كان فيه مفتوح، تبعت آرائك، تبعت أفكارك، كل حاجة بيتم فيها في كل كمان المجالات. بنتكلم على محور اقتصادي، بنتكلم على محور سياسي، بنتكلم على محور مجتمعي، فطبعا حاجة مهمة جدا جدا. عشان كده قلنا لحضراتكم دايما هنكون مع حضراتكم بنتابع أول بأول ما يحدث في الحوار الوطني اللي النهاردة بينطلق إن شاء الله الثلاثاء، أولى الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، المحور الاقتصادي الأهم بالتأكيد لكل أي حد فينا لسان حال زي ما بيقولوا كده، أي رجل، أي سيدة، أي حاجة، أي حد فينا طبعا بنبص على المحور الاقتصادي، الأكل العيش من الآخر. النهاردة هيبقى انطلاق أولى الجلسات، وده المحور ده بيضم بالتأكيد 8 لجان فرعية. من المقرر إن شاء الله أن هيتم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، هتكون في مركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر. الجلستين أو تخصص جلستين منهم، وده لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية طبعا بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة المدرجة على جدول الأعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وطبعا علشان التطورات اللي احنا بنشهدها على مستوى العالم، الحالة الاقتصادية على مستوى العالم. وبالتوازي هيكون في كمان جلستين تانيين، الجلستين دول هيتم فيهم مناقشة صياغة الخريطة السياحية في مصر، وسائل الجذب، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وطبعا المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة. خلينا ناخد او نعرف المزيد من التفاصيل. معانا على التليفون دكتوره هبه واصل، مقرر مساعد لجنه الدين العام بالحوار الوطني. صباح الخير يا دكتور واهلا بحضرتك. اهلا بيكي، صباح النور. طبعا المحور الاقتصادي من المحاور المهمه جدا جدا، عديد من القضايا هيتم طرحها، لكن خلينا نتكلم على الجلسات او الجلسه اليوم. 4 ملفات مهمين جدا، منهم 2 خاصين بالسياحه، واحنا السياحه من الملفات المهمه جدا جدا، وكمان العداله الاجتماعيه. خلينا نبدا مع حضرتك بالعداله الاجتماعيه.
الحقيقة أن أجندة النهاردة بخصوص الحوار الوطني بالفعل زي ما حضرتك قلتي الموضوعين اللي هيتم مناقشتهم يخصوا القضايا بتاعت العدالة الاجتماعية والسياحة. العدالة الاجتماعية هم هنبتدي النهاردة بالموضوع الخاص ببرامج الحماية الاجتماعية والوضع الرهن والتطورات الجديدة. طبعا ده موضوع مهم جدا بيشغل المواطن لأن الحماية الاجتماعية بتمثل الأولوية الأولى لسيادة الرئيس وطبعا دوت ابتدى يضمها من خلال العديد من المشروعات سواء كانت العشوائيات وخلافه وبتعود بالمردود الأول والأخير على المواطن علشان خاطر نقدر إن احنا نقدر نغطي القدر الأكبر من الفقراء. خليني أقول لحضرتك الملف المهم والسؤال الأهم للمواطن من ضمن الأسئلة اللي جات للحوار الوطني هو امتى هنقدر نغطي القدر الاكبر من الفقراء لان طبعا هي عباره عن برامج بيتم تجزئتها. هو الخط قطع بس هنحاول نرجع مره تانية للدكتوره هبه، لكن بالتاكيد يعني كانت لسه هتقول لنا من اهم الاسئله اللي بيتم طرحها. فاحنا بنتكلم على اسئله مهمه جدا بتفرض نفسها في ملف يعني اعتقد كلنا عندنا العديد من التساؤلات فيه اللي هو ملف الاقتصادي. ملف الاقتصادي النهارده العداله الاجتماعيه وزي ما قلنا الخريطه السياحيه، يعني الدكتوره هبه وهي بتتكلم كان مثلا بيدور في مخي يعني برضو سؤال بيفرض نفسه، احنا عندنا كل ملف السياحه ده من الملفات المهمه جدا جدا، عندنا كل مقومات يعني ربنا ادهلنا هدية كده، عندنا كل مقومات السياحة بكل أنواعها، عندنا سياحة تاريخية، عندنا سياحة دينية، عندنا سياحة آثار، عندنا سياحة المؤتمرات، كل أنواع السياحة. إمتى مصر هتوصل إنها تعمل الرقم اللي فيه دول أقل منها بكثير ما عندهاش أي مقومات للسياحة، عندها أرقام كبيرة جدا. دي من الأسئلة. نرجع تاني للدكتورة هبة واصل ونستفسر منها. حضرتك كنت بتتكلمي على واحد من أهم الأسئلة اللي مطروحة اللي وصلت لحضراتكم بخصوص العدالة الاجتماعية، اتفضلي. فأكمل مع حضرتك صدق. برامج الحماية المجتمعية دي طبعا من أهم الأولويات للدولة وهنروح للموضوع الثاني ألا وهو موضوع السياحة. لا معلش حضرتك كنت بتقولي على سؤال من أهم الأسئلة اللي وصلت لحضراتكم في ملف العدالة الاجتماعية، كان إيه هو الطرح اللي موجود؟ الطرح هو تغطية باقي العدد الأكبر من الفقراء وفقا والأولويات طبعا لأن إحنا عندنا المحافظات والوجه الصعيد ووجه إبلي هو كان الأولى بالرعاية من السيد الرئيس لأن هو يفتقر العديد من الخدمات والحياة كريمة للمواطن. بالضبط بالضبط. طيب نروح بقى للملف الثاني ويمكن السؤال اللي انا طرحته لما كان الخط اتقطع مع حضرتك، امتى هنوصل بالسياحه واحنا عندنا كل انواع السياحه مقوماتها موجوده يعني ربنا ادهلنا هديه، امتى هنوصل ان احنا نلاقي هذا الملف بيحقق المطلوب منه الحقيقه؟ لان احنا يعني في دول تانية مفتقده لاي من مقومات السياحه بتعمل ارقام ضخمه جدا الحقيقه. اتفضلي. أنا هتكلم عن السياحة بصفتي مواطن أو مواطنة مصرية وليس مقرر ضمن متخصص أحد أكيد في مفهوم بالضبط ضمن أحد لا يعني أنا أحب إن أنا أدي برأيي لأن إذا تحدثت كمقرر فهنقول إن دور المقرر هو إدارة الجلسات حقيقي مفهوم. فخلينا نتكلم يعني رأيي كمواطن مصري زي أي مواطن أحب إن أنا أدلي برأيي برضه مع حضرتك على الهواء. طبعا اتفضلي. إحنا السياحة في مصر بلا شك وبلا جدال نحن مصر تمتلك كل مقومات السياحة وكل أنواعها بكل أنواعها وبالتالي أنا دايما بكررها وبكررها تاني كمواطن مصري وليس كمقرر، السياحة تحتاج لإدارة جيدة. المشكلة عندنا في السياحة مش نقص الموارد، احنا عندنا كل الموارد. احنا محتاجين إدارة جيدة لملف السياحة. ملف السياحة بالنسبة لنا احنا بمثابة نقل دم. ملف السياحة يقدر يحللنا كل مشاكلنا بمنتهى السهوله، مشاكل اقتصادية كتيره جدا. على سبيل المثال منها مثلا ان احنا نقدر ان احنا ندر عملة اجنبيه صعبه. طيب هنقدر نعمل ده ازاي؟ بمنتهى البساطه ازاي نقدر نتعامل مع ملف السياحه بلا وسطاء؟ النهارده السائح بيجي بالعمله الصعبه بيبتدي يتعامل بيها مع شركات سياحيه وخلافه، في الآخر العملة دي ما بيتمش وصولها بشكل مباشر إلى البنك أو إلى الدولة وخلافه. فإزاي إن إحنا ندير هذا الملف بالشكل الأمثل اللي يقدر يحقق لنا كل اللي إحنا نحتاجه من أول العملة الصعبة وخلافه؟ خليني أقول لحضرتك العملة الصعبة دي إحدى حلولها الأساسية السياحة والاستثمار. طبعاً.
طبعا حقيقي. فالسياحه انا والاستثمار عايز مجهود كبير، لكن السياحه احنا عندنا موجوده خلاص، يعني احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نعمل شويه ترتيب. خليني اقول لحضرتك بكل المقاييس، نحن نحتاج الى حسن الاداره في تلك الملفات حقيقي. لان احنا ما عندناش نقص موارد. لو حضرتك تتكلمي عن الاستثمار محتاج مجهود كبير، فخليني اقول لحضرتك المجهود الاكبر هو في الاداره، حسن الاداره. لان لا احنا عندنا برضو في الاستثمار العديد من الانشطه اللي نقدر ان احنا نصدر فيه، فاحنا محتاجين حسن الاداره تلك الملفات. نشدنا اكتر من مره الحكومه طبعا بالاهتمام، يعني احنا محتاجين تعاون من الحكومه بشكل مباشر، وده المتوقع ان شاء الله الخروج منه من التوصيات بقى اللي ان شاء الله تخرج بها او يخرج بها هذا الحوار الوطني للتطبيق على ارض الواقع. كل الشكر الدكتوره هبه واصل، مقرر مساعد لجنه الدين العام بالحوار الوطني. مره ثانيه يعني احنا عندنا كل مقومات كل حاجه، يعني عندنا مقومات اقتصاديه ان احنا واستثماريه، جذب استثمار من كل دول العالم في شتى المجالات، عندنا كل انواع السياحه. بالتاكيد ان شاء الله متوقعين من هذا الحوار ان هو يخرج بالعديد من الحلول اللي تطبق ان شاء الله قريبا على ارض الواقع. ونروح طبعا زي حضراتكم ما متعودين ان احنا بنتابع مع حضراتكم ما يحدث في ملف السودان الشقيق، نروح لمراسل دي ام سي زميلنا مصطفى سعد من معبر قسطل الحدودي علشان يقول لنا الجهود وايه اللي بتقدمه مصر وكل الجهود المبذوله والمقدمه للقادمين من الشقيق السودان، سواء كان طبعا من المصريين العائدين او الاخوه السودانيين او من غير يعني سواء ما كان بقى الجنسيات المختلفه، ايه الخدمات اللي بتقدمها الدوله. صباح الخير يا مصطفى واهلا بيك. لا زالت عملية إجلاء العابرين والوافدين إلى الحدود المصرية من الحدود السودانية مستمرة، ومستمرة مجهودات الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الصحة بالدفع بالكوادر الطبية المتميزة والذين أتوا عبر المعبرين الأساسيين البريين، معبر قسطل ومعبر أرقين، اللذان حددتهما وزارة الخارجية هما الطريق الوحيد للدخول إلى الحدود المصرية. وزارة الصحة قامت بالعديد من المساعدات الإنسانية والطبية من خلال العيادات المتنقلة ومن خلال الدفع بالكوادر الطبية المتميزة وأيضا سيارات الإسعاف المتواجدة عبر المعبرين، وهناك العيادات والمستلزمات والأدوات الطبية المختلفة المتواجدة بالحافلات التي وفرتها وزارة النقل والمواصلات وأعدتها وجهزتها بجميع التجهيزات والمستلزمات والأدوات الطبية وعمليات الإغاثة والإعاشة والمعايشة التي حدثت منذ الوصول إلى الحدود المصرية مع الكبار والأطفال والصغار. وأيضا هناك التعاون الكبير الذي يتم ما بين المنظمات العربية والأجنبية والمحلية وما بين الحكومة المصرية في عمليات المساعدة وتقديم المساعدات عبر المعبرين. وأيضا في مدينة أبو سمبل هناك المنظمات التي قدمت المواد الغذائية والمواد الطبية والمستلزمات الطبية والأدوات الطبية المتقدمة لمساعدة والاطمئنان على كل العابرين والوافدين إلى الحدود المصرية. ما يقرب من 69,000 من الأشقاء السودانيين الذين أتوا إلى الحدود المصرية، وما يقرب من 7,000 من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة، وأيضا ما يقرب من 8,700 مصري وصلوا إلى الحدود المصرية وعبر المعبرين الأساسيين قسطل وأرقين، هما اللذان هما الطريق الوحيد الذي حددت وزارة الخارجية للدخول إلى الحدود المصرية. كل الشكر طبعا زميلنا مصطفى سعد على هذا الطرح، وطبعا بالتاكيد جهود كبيره جدا جدا بتبذلها الدوله المصريه، زي ما شفنا بنتكلم في ارقام ضخمه جدا جدا، استقبالها وتقديم الخدمات ليها بيحتاج مجهود كبير جدا، والكشف كمان عشان دايما بناكد على الموضوع ده الملف الامني، يعني مش اي حد طبعا مرحب بكل الناس ان هو يكونوا، لكن كل ده بنتكلم كمان على الكشف الامني لكل اللي احنا بنتكلم فيه. 69,000 من الاخوه السودانيين، اكثر من 7,000 جنسيات مختلفه، اكثر من 8,700 مصري، فبنتكلم على كم من المجهود. كل الشكر طبعا لكل اجهزتنا، وطبعا نتمنى ان شاء الله للشقيقه السوداني ان هو ربنا يا رب يصلح الاحوال. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. We'll be right back.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية. جولة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، معنا للتعليق عليها الأستاذ أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نبدأ مع حضرتك من الأهرام، الصفحة الأولى ومانشيت، وأعتقد أنه موضوع مهم جدا جدا، الطاقة الخضراء، تعاون مصري نرويجي في الطاقة الخضراء، الرئيس تطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية في مشروعات التنمية. خلينا نربط بينه وبين برضو عنوان في الأهرام مهم جدا، أن مصر أول دولة إفريقية بتنتج دلوقتي الهيدروجين الأخضر، والرئيس قيمة مضافة لصادراتنا. طبعا موضوع مهم جدا جدا بالتأكيد. مصر الحقيقة لديها ثراء كبير جدا فيما يتعلق في الطاقة الجديدة والمتجددة. يعني احنا عندنا مصادر كثيرة جدا لتوليد الكهرباء من الرياح، عندنا مصادر كبيرة جدا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطبعا بالإضافة للهيدروجين الأخضر والكهرومائية. فبالتالي مصر عندها خطة ل2035 أنه أصلا يبقى نسبة الطاقة في مصر من الطاقة الجديدة المتجددة 42%. وكمان في ربط كهربائي، يعني الشركة سكاتك AIS دي أصلا متخصصة في الطاقة الجديدة وتوليد الطاقة الجديدة المتجددة. وهيبقى في تم توقيع مذكرة تفاهم عشان ربط كهرباء ما بين مصر وأوروبا. عبر إيطاليا. ده بيستهدف طبعا عن طريق كابل بحري قدرته 3 جيجا. تصدير 5 جيجا وات. تستهدف مصر إنتاج 90 ألف ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة. طبعا استثماراتها هتبقى ضخمة. الشركات طبعاً. التكنولوجيا المستخدمة في توليد الطاقة الجديدة المتجددة متقدمة جدا، متطورة جدا. الشركة دي من أهم الشركات في العالم اللي بتستخدم تكنولوجيا متطورة في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة. عشان يعني كده احنا بنتكلم على تحول مصر لمركز اقليمي للطاقه النظيفه والمتجدده. شراكه من فبراير 22 ما بين الحكومه المصريه والحكومه النرويجيه لتوليد الطاقه، من فبراير اللي فات، لتوليد الطاقه الجديده والمتجدده في مصر. طاقه الرياح مصر خصصت حوالي 7600 ألف كيلو متر مربع غير مستغله لتوليد الطاقه من الرياح. فالمسألة مسألة مهمة جدا. مصر الأولى أفريقيا حقيقة على كل الأرقام. في المنطقة بالكامل مصر والسعودية تقريبا والإمارات من أوائل الدول اللي استخدمت، اللي يعني بدأت في توليد الطاقة النظيفة خاصة من الرياح ومن الطاقة الشمسية. فالخطة كبيرة، الاستراتيجية ضخمة جدا، النسبة هتبقى كبيرة جدا بحلول 2035، تكلم على نص تقريبا الطاقة في مصر. الطاقة طبعا مهمة في كل المجالات، في التنمية مهمة، في الاستثمار مهمة طبعاً. في التصنيع مهمة، نتكلم على قيمة مضافة كمان للصادرات بالتأكيد، ومصدر مهم للعملة الأجنبية. طيب استمرارا مع الأهرام وصفحة 4، ونروح برضو للملف الأهم والأبرز، هو الحوار الوطني، برامج الحماية الاجتماعية على مائدة الحوار الوطني. النهاردة طبعا بيتم استكمال الحوار الوطني ويتم عقد جلسات النقاشية. من المقرر النهاردة أن يتم تخصيص 4 جلسات، وده هيكون لمناقشة المحور الاقتصادي. جلستين منهم هيكون لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، وجلستين منهم علشان السياحة، وهم برضو ملفين مهمين جدا بالتأكيد. الحوار الوطني الحقيقة لازم نوجه الشكر للأمانة الفنية وإدارة الحوار الوطني بشكل عام. أولا التنظيم هايل جدا، التنسيق مهم جدا، حتى مشاركة الإعلام تنظيمها بشكل جيد للغاية. فالحقيقة التنظيم على أعلى مستوى. الحاجة الثانية المحتوى. حضرتك اتكلمت على المحاور الثلاثة، المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي. النهارده طبعا المحور الاقتصادي وهو من اهم المحاور، وزي ما حضرتك قلت يمكن يكاد يكون اهم المحور السياسي الحقيقي. كل الناس مترقبه وكل الناس بتتابع بالتأكيد. كمان المحور الاقتصادي هيناقش كل شيء، زي ما قال المنسق العام ضياء رشوان، مفيش خطوط حمراء في المناقشات الحقيقه. فبالتالي هيناقش كل ما يدور في الشارع المصري، كل ما يدور في ذهن المواطن المصري. طبعا النهارده هنتكلم على جلستين مكثفتين فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية بالنسبة للحكومة وفي الموازنة الجديدة متخصص لها حوالي 530 بالظبط مليار جنيه في الموازنة الجديدة اللي تعرضت على القى البيان وزير المالية فيها، وزيرة التخطيط.
فرقم كبير. لو حضرتك بتتكلم على تفاصيل فبتتكلم على حماية، على دعم السلع التموينية، بتتكلم على دعم الإسكان الاجتماعي، بتتكلم على دعم البترول، بتتكلم على زيادة المرتبات العلاوات، بتتكلم على دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال تكافل الكرامة، فبتتكلم على حزمة واسعة من الإجراءات الحماية الاجتماعية. طبعا الظروف العالمية، يعني الظروف العالمية فرضت نفسها انه الاوضاع الاقتصادية في العالم كله اوضاع صعبة، التضخم في كل دول العالم صعب حقيقة. فبالتالي احنا عندنا طبعا ما عندناش ظروف استثنائية ولا حاجة، احنا عندنا تضخم عالي، عندنا اسعار مرتفعة، فبالتالي الحماية الاجتماعية دي مخصصة لحماية الطبقات الهشة في المجتمع او الطبقات الضعيفة، وحماية الطبقة المتوسطة بالتالي لانها العمود الفقري في المجتمع المصري طبعا. فالحقيقة النهاردة جلسات مهمة جداً مكثفة جدا، الحضور كمان وعدد المشاركين معظمهم متخصصين خبراء في الاقتصاد، خبراء في نواحي كتير وفي مجالات اقتصادية مهمة، فبالتالي بتقدم حلول. الحوار الوطني كان الأهداف الأساسية انه ازاي نوضح حلول لأولويات القضايا الملحة الفترة القادمة، منها طبعا الملف الاقتصادي، أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. فبالتالي الحوار يعني وشرط أساسي أنه يبقى كل المقترحات قابلة للتطبيق، يعني مش مقترحات فيها فيها تعجيز يعني. فبالتالي دي مسألة مهمة، الحوارات مهمة جدا، النقاشات مهمة جدا، التوصيات في منتهى الأهمية. طيب نذهب للوطن، والحقيقة صفحة بتدعو كده للفخر وفي نفس الوقت طاقة إيجابية على الصبح، صفحة 4، حصاد وفير، إنتاجية عالية، إقبال في المحافظات على توريد القمح للشوان والصوامع، ومحصول القمح مصر في طريق الاكتفاء الذاتي. طبعا يعني حاجة خطوة من الخطوات المهمة اللي ما كناش بنحلم بيها الحقيقة، لكن الخطوة بتاعت الصوامع اللي تم عملها دي بالتأكيد كانت من الحاجات المهمة، وإحنا تابعنا فعالية جولة السيد الرئيس افتتاح مشروعات في شرق عوينات وتشكى، وطبعا بداية موسم الحصاد. احنا يعني طبعا بالنسبة لنا كمصريين طول الوقت كنا بنتكلم على امتى نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح تحديدا، لانه ده محصول استراتيجي في مصر في منتهى الأهمية، بيعتمد عليه مش في مسألة الخبز بس، كل معظم الصناعات الغذائية كنا بنستورد منه 90 اكتر من 90%. طبعا احنا النهاردة انتاجنا السنة دي حوالي 11 مليون طن، هنستورد اقل من 9 مليون طن، فالمسألة الفجوة بتقل، الاستيراد بيقل، فبالتالي بتوفري عملة صعبة، الصوامع بتقلل الفاقد طبعا بشكل كبير جدا. لما عرض وزير التموين اول امبارح الدكتور علي مسلحي بيتكلم على 15% فاقد، فبتترجم لمليارات الجنيهات، فانت بتستغليها في انشاء صوامع، فالصوامع مهمة جدا، بتتكلم على ساعة تخزينية 3.6 مليون طن، هتوصل ل 4.5 مليون طن، فالمسألة مهمة جدا. جودة القمح في التخزين على أعلى مستوى، استخدام تكنولوجيا متقدمة جدا في الصوامع، فبالتالي هي مسألة، هي منظومة متكاملة وخطة من الدولة متكاملة عشان نوصل للاكتفاء الذاتي، مش مسألة ان احنا نزرع بس، لا دي منظومة متكاملة لها علاقة بالتخزين، لها علاقة بترشيد الاستخدام. خلينا نتكلم عن 2014 كان عندنا 40 صومعة، وكان صحيح. اغلبهم كان ترابية اللي هو بيبقى فيها فقد كبير جدا بالظبط كده. 2023 كان 75، السعة التخزينية 1.2 مليون طن، السعة التخزينية 3.6. لا في خطة كمان لزيادة عدد الصوامع عشان يزيد السعة التخزينية. فبالتالي احنا كمان الاراضي المنزرعة، انت تتكلم على مستقبل مصر، مساحة كبيرة جدا، تشكى مساحة كبيرة جدا، شرق العوينات مساحة كبيرة جدا، فبالتالي كمان الرقعة الزراعية أو المساحة المخصصة لزراعة القمح زادت بشكل كبير جدا، فهيبقى الخطة على مدى سنوات قليلة قادمة هنوصل بإذن الله للاكتفاء الذاتي. برضو استمرارا مع الأخبار الحلوة نروح للأخبار، وملف على صفحتين 8 و9، الصعيد لسه كنا بنتكلم دلوقتي، بقول لكم الحمد لله احنا نقدر نقول وبقلب جامد كده ان احنا اصبحنا الصعيد السعيد، منتجات زراعية وصناعية بمواصفات قياسية تغزو الاسواق، كرة مصرية ترفع شعار زيرو بطالة. الصعيد احد على مدى سنين ما كانش موجود على الخريطة اصلا، دلوقتي احنا بنتكلم في ان في كرة مصرية وفي الصعيد بترفع شعار زيرو بطالة، وبعد كده بقى العديد من الامثلة. خلينا نتكلم على هذا الملف. هو طبعا معروف على مدار عقود ان الصعيد من اكثر المناطق الطارده للسكان،
فالهجرة الداخلية الهجرة الداخلية كلها كانت بتأتي من الصعيد للشمال، يعني من الجنوب للشمال. فالصعيد النهاردة طبعا في تطور كبير حصل في الصعيد على مستوى الخدمات، على مستوى البنية الأساسية، على مستوى ملفات كتير ومجالات كتير الحقيقة. فبتكلمي بس الملف مركز على زي ما قلنا قبل كده الميزة التنافسية اللي موجودة في كل مكان محافظة حقيقي. يعني محافظة سوهاج بتتميز بإيه، محافظة أسيوط بتتميز بإيه، أسوان بتتميز. فالحقيقة دي مسألة مهمة جدا أنه التركيز على الحرف التراثية والميزات التصنيعية اللي موجودة في كل محافظة وتنميتها، دي مسألة مهمة جدا بتقلل البطالة. البطالة في مصر كانت في 2014 بتتكلمي في حوالي 13.5%، النهاردة 23، يعني بتتكلمي على 7%، 7.2%، فالنسبة قلت حوالي النص. الحقيقة طبعا فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دي مسألة مهمة للغاية، نتكلم الخريطة كلها يعني أيوبية وشمال سيناء وفيوم وغربية وشرقية ومنوفية، يعني فيش فكل محافظة ليها ميزة حقيقة تنافسية، ليها ميزة بتميزها، ميزة محلية في التصنيع، في التراث، في مثلا السجاد، في المكت، في الفخار، في الحاجات المهمة، الحاجات التراثية دي مسائل أولا المطلوبة في الخارج بشكل كبير جدا، أسعارها كويسة جدا، سهلة التصدير. بس هي الحكاية مسألة محتاجة اهتمام ودعم من الوزارات المعنية، بمعنى أنه مثلا جهاز مشروعات الصغيرة المتوسطة لما يدعم الحاجات الصغيرة المشروعات متناهية الصغر دي هيحصل فرق كبير جدا حقيقة في التصدير وفي نسبة التشغيل كمان. طيب استمرارا برضو مع جريدة الأخبار وفرص الاكتشاف أو الاكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية، بالتأكيد برضو حاجة مهمة جدا، وإن شاء الله يا رب يكون فعلا على أرض الواقع والملة استمرار دخل استثمارات أباتشي العالمية، زيادة معدلات الإنتاج يا رب. احنا عايزين بقى في الملف ده نقعد ندعي كده ان شاء الله. شركه اني من السنه اللي فاتت او اللي قبلها اعلنت انه طبعا هما بيستخدموا التكنولوجيا متقدمه جدا في الاستكشافات، فاعلنت ان منطقه الصحراء الغربيه خصوصا منطقه اسمها غرب وجنوب منطقه ملاحه، دي منطقه مهمه جدا في الصحراء الغربيه، فيها اكتشافات بتريه خاصه الزيت والحاجات المنتجات المكثفه الخام. فمنطقة واعدة، كل الدراسات الاستكشافية بتقول ان المنطقة دي واعدة فعلا، فيها اكتشافات هتبقى مبشرة، في اكتشافات موجودة بالفعل، في انتاج بالفعل في مناطق كتير، في 3 اكتشافات او 4. فالحقيقة في اكتشافات اكتر في منطقة الصحراء الغربية وكلها فيها غاز كمان، فالحقيقة منطقة طبعا مبشرة وفقا للدراسات. أباتشي من الشركات القديمة بتشتغل طبعاً في مصر طبعا، شركات الكبرى في العالم يعني بالظبط كده، وهي شركة أساسية لمصر بقى لها أكثر من 25 سنة. فالمنطقة الحقيقة منطقة الصحراء الغربية منطقة واعدة فيما يتعلق بالاكتشافات البترولية. يا أستاذ أحمد شكرا لوجود حضرتك معنا هذه القراءة الوفية، الأستاذ أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأخبار، كل الشكر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. نروح بقى سريعا نطمن على اخبار اهالينا في محافظات مصر المختلفه واحسن ناس، ونرجع نكمل مع حضراتكم. احسن ناس ادينا بندردش، ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش، ورانا ايه ورانا ايه،
برحب بحضراتكم مرة تانية. ويمكن النهاردة قلنا النهاردة هيبقى بدء الجلسات النقاشية في محور مهم جدا، محور الاقتصادي من الجلسات، وقلنا لحضراتكم جلسة خاصة بالسياحة في مصر، وقلنا واتكلمنا وبنعيد وبنزيد ان مصر الحمد لله ربنا حباها بالعديد من المزايا وهدايا كلها، ان احنا نبقى عندنا كل انواع السياحة، من الانواع السياحية اللي احنا بنسعى وبتسعى بشكل كبير جدا نعمل فيها جذب سياحي، السياحة العلاجية ملف مهم جدا جدا هنتكلم فيه مع حضراتكم. ليه احنا عايزين مصر او في اتجاه ان مصر تكون مركز عالمي للعديد من السياحات ومنها السياحة العلاجية، وده لازم طبعا بيبقى ليه معايير صحية معينة بتبقى عالميا، وده اللي بتعمله هيئة الرقابة الصحية، ان هي بتعمل نوع من انواع التطبيق لهذه المعايير علشان نقدر نقدم او يتم تقديم الخدمة الطبية السياحية العلاجية في مصر، وتبقى فعلا مصر دولة جاذبة للسياحة العلاجية بشكل كبير جدا. وهنتكلم كمان في ملف اعتقد يهم كل مشاهد سواء حضرتك او حضرتك، نتكلم على التأمين الصحي الشامل، لان برضه هذه الهيئة معنية باعتماد المستشفيات والاماكن اللي هي كلها خاصة بالتأمين الصحي الشامل. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. اهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. اهلا بحضرتك استاذة اسماء والسادة المشاهدين، اهلا وسهلا يا فندم. ملفين من أهم الملفات اللي ممكن نطرحهم الحقيقة، ملف السياحة وهنا هنتكلم على وجه الخصوص بالسياحة العلاجية، والملف الثاني التأمين الصحي. وخلينا نبتدي علشان الحوار الوطني نهاردة ملف السياحة، إيه أهم الخطوات اللي بتاخدوها كهيئة عامة للاعتماد والرقابة الصحية عشان مصر تبقى مركز للسياحة العلاجية؟ خليني أقول لحضرتك إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية معنية بوضع الخدمات الصحية في كل المنشآت في وضع متوافق مع معايير الجودة. يعني إيه معايير الجودة؟ يعني معايير بتضمن أن هذه الخدمات الصحية تكون متوافقة مع الخطوط الإرشادية الدولية في التشخيص والعلاج، في الاستخدام الآمن للأدوية، في الاستخدام الآمن للمستهلكات الطبية، في ترشيد الأنفاق فيما يخص التحاليل والفحوصات الطبية، في خلق بيئة آمنة لحتى مقدمي الخدمة. علشان كده بيبقى مهم جدا جدا أن المنشأة الصحية قبل ما تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد من قبل الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية. إذا كنت حضرتك بتفتحي ملف السياحة العلاجية، فأنا عايز أقول لحضرتك وأؤكد على كلام حضرتك أن مصر مؤهلة ومؤهلة بقوة لدخول سوق السياحة العلاجية على مستوى العالم والتنافس عليه بشدة. بالزبط. وده لأسباب كتيرة الحقيقة. يعني وأولا مصر عندنا بنية تحتية سواء كانت بشرية أو من خلال المستشفيات تتيح لنا بالموضوع بكل سهولة الحقيقة. بالضبط يا فندم، مصر لما تبنت مشروع لتطوير النظام الصحي فيما يسمى بالتأمين الصحي الشامل وهو نظام أو مشروع قومي الحقيقة بيحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية ومن فخامة الرئيس شخصيا. هذا الملف لما ينتهي أو هو حتى في بداياته دلوقتي بيضمن إيه؟ بيضمن أن جميع المنشآت الصحية عشان تدخل المنظومة لازم تأخذ اعتماد من هيئة الاعتماد، هيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. طالما أخذ اعتماد معناه أن هذه المنشأة بتقدم خدمات صحية متوافقة مع معايير الجودة. الاعتماد أحد الشروط الأساسية اللي بيطمح ليها المريض الدولي اللي طبعا. هو المريض اللي عايز يجي يتلقى خدمة طبية في مصر بيطلق عليه المريض الدولي، لأنه بيسيب بلده ويروح بلد تانية طامحا إلى إن هو يتلقى خدمة طبية سواء خدمة استشفائية أو خدمة علاجية. مصر فيها الاثنين، فيها الخدمات الاستشفائية وفيها الخدمات العلاجية. طب هو هيسيب بلده ليه رغم ان ممكن بلده تبقى متقدمة جدا وبتقدم خدمات طبية على مستوى عالي جدا ويجي مصر؟ واحد، الجزء التنافس بيبقى في سعر الخدمة طبعا. يعني لو خدمة طبية بتكلفة اقل وخصوصا لو هذه الخدمة مش مؤمن عليها وكثير جدا من الخدمات
اللي بتبقى تحت مظله التامين يعني ده ملف لوحده. الاسنان ده على مستوى العالم مش داخله في التامين وغاليه جدا جدا. كثير جدا من خدمات الاسنان وكثير جدا من خدمات التجميل وكثير جدا من خدمات الانجاب ومشاكل الانجاب حقيقة. وخلافه كل ديت موجوده في مصر وموجوده في مراكز الحقيقه بتقدم خدمه طبيه عاليه الجوده وفي مراكز معتمده من هيئه العامه لاعتماد الرقابه الصحيه وبالتالي وطبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول بتكلفه اقل بكثير طبعا فالمريض يتوجه الى بلدي. لو ضمننا بقى كمان ان احنا بنخاطب سوق السياحه العالميه كله ونقول احنا عندنا الحيز التنافسي وعندنا مراكز معتمده وعندنا كمان اماكن استشفاء ما بعد الجراحات او ما بعد التدخلات الطبيه ازاي بقى بنخاطب؟ هي دي النقطه. هو ده الملف اللي هنشتغل عليه. أيوة. هو لازم يبقى فيه يا فندم الوصول بالظبط كده لازم يبقى فيه خطه تسويقيه قويه جدا. وعايز اقول لحضرتك ان الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه ابرمت اتفاق وبروتوكول تعاون مع هيئات دوليه معنيه باعتماد المنشات الصحيه بمعايير اعتماد السياحه العلاجيه لان معايير الاعتماد ده شق كبير لكن في جزء متخصص قوي في اعتماد المنشآت الصحية عشان تخاطب المريض الدولي زي ما قلت لحضرتك. المريض الدولي بيهتم جدا جنب بقى خدمة طبية متوافقة معايير الجودة مهتم جدا بحاجات زي الفندقة والإقامة والتأشيرة من أول ما يدخل الوطن طبعا. لحد ما يخرج منه الانتقالات وخلافه كل دي معايير. إقامته داخل المستشفى هيبقى شكلها إيه؟ الحقيقة المريض الدولي له متطلبات طبعا. المتطلبات ديت بيحرصها هيئات اعتماد لها تخصص. احنا بالفعل وقعنا بروتوكول تعاون مع مثل هذه الهيئات وبقى في معايير الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه بالاضافه الى معايير هذه الهيئات الدوليه الاقامه او اللي هي المستوى بقى اللي بيحصل عليه المريض اللي جاي من الخارج بالظبط. الاثنين مع بعض بيطلعوا منشاه مؤهله انها تقدم خدمة سياحة علاجية. دي حاجة عظيمة جدا. نروح بقى للملف أعتقد اللي بيهمنا كلنا وأنا وكل أي حد بيتفرج علينا بالتأكيد، الملف التأمين الصحي الشامل. إيه اللي إحنا أو الخطوات اللي إحنا وصلنا لها لغاية دلوقتي في هذا الملف؟ كم وحدة لغاية دلوقتي أو نقدر نقول على مستوى الجمهورية خدت بالفعل الاعتماد للخطوات؟ وصلنا فين في هذا؟ طب هو لو سمحتي لي بس أنا عايز أوصل للسادة المشاهدين هذا المشروع الضخم عبارة عن إيه؟ مشروع التأمين الصحي الشامل. الفرق بينه، في ناس دايما بتقول هو ايه الفرق ما بين التأمين الصحي الشامل وبين التأمين الصحي الموجود دلوقتي؟ بالظبط. سؤال بسيط. هو التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي اللي وضعته الدولة علشان تطور بيه المنظومة الصحية في مصر كلها. عظيم. وكلمة شامل تعني ان هو يشمل كل المصريين، كل مواطن مصري هيبقى مشمول او تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. سواء بقى اختلفت طبقاته الاجتماعية أو موقعه الجغرافي أو موقعه الوظيفي أو سنه. والحقيقة يعني أجريت عشان نشمل كل المصريين كم من الدراسات الاكتوارية وخلافه عشان نضمن استدامة هذا النظام. يعني هذا النظام ما طلعش كده فجأة أنها نعمل تقديم منظومة تأمين صحي شامل، لا ده طلعت دراسات كتيرة جدا جدا تبنتها كل مؤسسات الدولة عشان نضمن ديمومة واستمرارية هذا النظام. ده نمرة واحد. اتنين ان هو يشمل كل الخدمات الطبية على عكس كثير من النظم في العالم. يعني منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر فيها خدمات طب الأسنان وفيها خدمات بعض فيها الخدمات طب الأسنان 100% فيها 90% من خدمات طب الأسنان تستثني فقط الحاجات التجميلية يعني زي التقويم وخلافه. إنما بقى لكن دي حاجة مهمة جدا طبعا وده يميز هذا النظام عن العديد من أنظمة التأمين الصحي الشامل في العالم. فيها كثير جدا من الامراض او كل تقريبا كل الامراض فيما عدا بعض الامراض التجميليه اللي ممكن تستنزف موارد النظام. الحاجه الثالثه ان هو بيشمل كل مقدمي الخدمه سواء قطاع حكومي، ادي كلمه شموليه النظام، قطاع حكومي، قطاع خاص، جمعيات اهليه لها مستشفيات، حتى مستشفيات الجيش والشرطه كلها داخله في تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين. فانا قصدي اقول ان شموليه هذا النظام هو ينفرد بها ويتميز بها جدا جدا وبيفتح مجال للتنافسيه بين مقدمي الخدمه كله لصالح المريض. اكيد. طب احنا بنتكلم تقريبا يعني عملنا قد ايه زي ما بنقول كده اعتماد للوحدات يعني بالنسبه مش رقم طبعا. لا رقم احنا عندنا حاليا 210 منشاه صحيه تم تسجيلها واعتمادها
داخل الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه وموجوده دي في المحافظات اللي تم فيها بالفعل تطبيق التامين الصحي في المحافظات وخارج المحافظات، لان الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه المفروض ان هي شغاله على مستوى مصر كلها أكيد. عشان هي تسبق بخطوه او خطوتين المحافظات التطبيق. بالظبط، المحافظات اللي هي خلاص دخل جوه النظام. المحافظات اللي دخل جوه النظام هم 6 محافظات حاليا، هم الاسماعيليه وبورسعيد والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء. دول محافظات بالفعل دخلوا المنظومه، تمتع مواطنيها بمنظومه التامين الصحي الشامل. بس زي ما انا بقول لحضرتك دايما، كل تجربه بتبدا صغيره وبعدين بتنضج أكيد. وما ينفعش ابدا نروح جايين نقول ايه احنا أكيد بكره. تجربه مهمه جدا جدا وتحدي الحقيقه، التامين الصحي الشامل ده تحدي بالظبط نقول عليه وتحدي. وانا عايز اقول لحضرتك واطمنك، مصر قادره عليه وقادره عليه بقوه. وانا بقول لحضرتك من واقع ان انا جوه الحدث، لان انا شايف ما قبل وما هو متحقق حاليا. كلنا لامسين ده على ارض الواقع بالتاكيد، وخصوصا في المنظومه الصحيه. يعني كل الشكر طبعا للدكتور احمد طه رئيس الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه، شرفتنا وافدتنا يا فندم. شكرا. اهلا بحضرتك. شكرا لوجود حضرتك معانا. ونروح بقى لأنا المصري النهارده. الحقيقه هيكون معانا الشيخ عامر السيد عثمان. الشيخ عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصريه، وده في ذكرى ميلاده. خلينا نتوقف عند ابرز محطات حياته ونرجع لحضراتكم سريعا. صدق الله العظيم، ربنا يرحمهم يا رب ويرحمنا جميعا. الحقيقة الواحد بيحس بحالة من الروحانية كده لما بيستمع كلمات الذكر الحكيم. معنا العديد لسه من الفقرات، خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية. دايما وأبدا بنتكلم عن الوعي، القضية الأهم في كل الملفات. يعني هنتكلم في ملف الدين بنتكلم في الوعي، بنتكلم في الصحة بنتكلم في الوعي، بنتكلم في الاقتصاد وأهمية العمل والتمكين وقضايا المرأة قضايا الطفل بنتكلم في الوعي. فالوعي هي القضية الكبرى اللي احنا بنتكلم فيها في كل الملفات، عشان كده في اهتمام كبير جدا بالدولة بهذه الكلمة أو بهذا الملف أو بالوعي بشكل عام. وزارة التضامن كانت أطلقت برنامج اسمه برنامج وعي، وده كان في 2020، يعني بنتكلم في 3 سنين، علشان أهمية هذا الوعي. بتكلم في كل القضايا تقريبا اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، قضايا المجتمع، قضايا المرأة، قضايا الأسرة، التماسك، قضايا عديدة.
برنامج يعني عنوانه بنتكلم في الوعي، مصر بتتغير للأفضل. بالتأكيد الوعي إن شاء الله مصر هتتغير بالأفضل. خلينا نعرف المزيد عن هذا البرنامج. المحافظات لغاية دلوقتي ما تم إنجازه على أرض الواقع، المستهدف منه الأسر اللي دخلت فيه، هنعرف العديد من التفاصيل في هذا البرنامج. بتشرفنا الدكتورة أمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. بالتأكيد بالوعي مصر تتغير للأفضل، ما فيش حد ممكن يختلف على هذا الشعار. ومن هنا المنطلق زي ما بنقوله في الحوار نتكلم عن هذا البرنامج، برنامج وعي. ده أكيد طبعا، هو برنامج وعي للتنمية المجتمعية، بيتكلم على 12 قضية. أيوة. احنا بنقول دول أهم القضايا الموجودة في مجتمعنا، بس احنا إن شاء الله في قضايا تانية هتزيد. بالوعي مصر بتتغير للأفضل، ده اللي هو الحملات اللي بتتعمل علشان رفع الوعي في المجتمع. طب حضرتك قلت 12 ملف او 12 قضية بالظبط، اللي هم بقى سريعا صحتك، ثروتك انت واسرتك، صحة الأم والطفل، وخاصة الألف يوم الأولى اللي احنا بنقول أهم فترة في حياة الطفل، اللي هي بتشكل النمو والإدراك بتوع الطفل، ولو حصل فيها أي مشكلة بيبقى صعب قوي إن احنا نقدر نحلها. عندنا الاكشاف المبكر للإعاقة، ده طبعا مهم علشان كل أم تكتشف ابنها بدري وتقدر تأهله وتدمجه في المجتمع، فده من الحاجات المهمة قوي. التحكم في الزيادة السكانية طبعاً مشكلة المشاكل، دي من أهم قضايا الوعي الحقيقة اللي احنا بنقولها، دي حقيقي جدا جدا. عندنا التربية الأسرية الإيجابية، نربي بأمانة، نربي بأمانة من غير إهانة، علشان العنف اللي بقى موجود دلوقتي في المجتمع يمكن الحاجة اللي احنا يا رب ما تبقى موجودة عندنا، اللي هي ختان الإناث جريمة، زواج الأطفال جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها، حماية النشأ من التعاطي والإدمان، انت اقوى من المخدرات. عندنا اسلوب الحياه الصحي اللي هو النظافه، صحه وسلامه طبعا، لان احنا عارفين ان لو بتبع اسلوب صحي سليم او اسلوب نظافه سليمه هحمي نفسي من اكتر من 90% من الامراض. عندنا العمل كرامه ومستقبل، طبعا عشان طبعا اهميه وقيمه العمل، طبعا التمكين الاقتصادي مهم جدا جدا، بنوعي كل اسره انها لازم تحاول ترفع من الدخل بتاعها من شأنها، بحيث انها تبقى فعلا تقدر تضمن جودة الحياة لأسرتها. عندنا التعليم قوة في أي عمر علشان محو الأمية طبعا، كلنا مصريون وتنوعنا قوة عشان تقبل الآخر والمواطنة، بلدنا مركب النجاة اللي هي عشان الهجرة الغير شرعية. دي حاجة عظيمة جدا الحقيقة، كلها ملفات أهم من بعض وكل ملف فيهم عايز حلقة. طيب خلينا نتكلم على الأنشطة الميدانية اللي حضراتكم بتقوموا بيها علشان التوعية بأهم قضايا الأسرة والمجتمع في المحافظات المختلفة بقى. طيب احنا الأدوات بتاعت وزارة التضامن هي الجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات. الرائدات الاجتماعيات هي كل رائدة مسؤولة عن 200 أسرة، مفروض ان هي بتزورهم وبتوعيهم طبقا، كل أسرة طبقا لاحتياجاتها. والجمعيات الأهلية بتنفذ معانا في على الأرض الواقع أي فعاليات إحنا بنعملها، لأن حضرتك عارفة إن الجمعيات الأهلية أقرب جدا للمجتمع، وهم في جسر ثقة كده بينهم وبين المجتمعات، فعشان كده بننفذ كل أنشطتنا من خلال الرائدات الاجتماعيات والجمعيات الأهلية. وطبعا الإعلام، كل الإعلام معنا، المرئي والتواصل الاجتماعي والمقروء والمسموع، فدي كلها حاجات من مداخل بننفذ بيها الأنشطة، بنخاطب كل الفئات، كل الشرائح العمرية، كل الشرائح العمرية وكل الفئات. يمكن احنا كنا في الأول، أول ما بدأنا البرنامج كنا مستهدفين الأسر الأولى بالرعاية اللي هم أسر تكافل وكرامة، وبعدين جه برنامج اللي هو حياة كريمة فتوسعت الشرائح، توسعت كل حاجة بقى بدخلين في كل المحافظات وكل الإدارات بتاعت حياة كريمة. طب عدد المستفيدين لغاية دلوقتي بنتكلم في أرقام تقريبية بالتأكيد؟ لا، عدد المستفيدين كتير، يعني كل احنا بنقول ان احنا كل يمكن الشريحة الأكبر اللي هي الريف
على أساس الريف بيبقى محتاج أكتر ويمكن الصعيد بيبقى أكتر شوية، فهم دول الأكتر. يمكن الحاجة الجديدة اللي احنا داخلين فيها اللي هي المناطق بديلة العشوائيات دي بدين فيها إن شاء الله بإذن الله. خلاص خططنا إن احنا ندخل في 7 مناطق، يعني دي الخطوات الجاية بالظبط دي اللي خلاص يعني الأسبوع مش سابق الأسبوع اللي بعد ده على طول هنبتدي ندخل في المناطق بديلة العشوائيات. ودي الحقيقة فعلا محتاجة جدا، لأن الأسر لما اتنقلت من العشوائيات اتنقلت بنفس السلوكيات بتاعتها، فاحنا عايزين نوعيهم طبعا دي حاجه مهمه ونعمل على تغيير السلوكيات بتاعتها. حضرتك قلتي مجموعه من القضايا كلها اهم من بعض، بس اكيد في قضايا بعينها بتواجهوا فيها تحديات اكبر، بتحاولوا تغيروا فيها الفكر بس لسه لغايه دلوقتي محتاجين خطوات اكتر. ايه اهم القضايا دي؟ ايه اكتر التحديات اللي بتقابلكم؟ يمكن اكتر تحدي اللي هي زياده السكانيه. عندنا طبعا الختان برضو من التحديات، ولو اني بدات الناس مع القانون الجديد في وعي اكتر، والقانون برضو بقى في ردع ليهم. زوج الاطفال مازال برضو لسه الاسر بتجوز ولادها، فدي قضايا الحقيقه. تسرب من التعليم اكبر، تسرب من التعليم لسه برضو طبعا من لا احنا يمكن احنا عندنا مشروطيه اللي هو الدعم النقدي، بالربط ما بين الدعم النقدي وما بين التعليم. التسرب من التعليم عندنا لازم الطفل يحضر 80% من التعليم، وكمان ربط مع زواج الأطفال، يعني الأسرة اللي هتجوز بنتها أو ابنها قبل 18 سنة هيوقف الدعم. وفي شرط الصحة اللي هو الأطفال أقل من 6 سنين دول لازم يروحوا سواء الأم الحامل أو الأطفال يترددوا على الوحدة الصحية مرة كل 3 شهور عشان التطعيمات، عشان متابعة الحمل، عشان الصحة الإنجابية. فدي كلها دعم مشروط. لما بيحصل أي بقى تخلف من الأسر إنها ما تنفسي على طول، ممكن يكون في إنذار وبعدين يقف الدعم، لكن زواج الأطفال فورا بيقف. فورا بالتأكيد. طب هل في قضايا مستهدفة إن هو المرحلة الجاية هيتم إن شاء الله طرحها؟ يعني الحقيقة الملفات كلها الوعي كلها موجودة، لكن هل في قضايا في خطوات جاية إنها تكون نضمها؟ يمكن اللي إحنا بنركز عليه تنظيم الأسرة، الصحة التربية الأسرية الإيجابية طبعا دي من الحاجات المهمة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، بس برضو دي الأمراض الوراثية بالضبط طبعا أمراض وراثية، أو لو الأم ما بتاخدش بالها قوي من نفسها وهي حامل فده طبعا ممكن تاخد أدوية غلط، تتعرض لإشعاعات. بنتكلم عن الصحة الإنجابية يعني سواء الأم أو الجنين بالضبط. فدي من الحاجات المهمة. طبعا قضية التعليم دي مهمة جدا، الطفولة المبكرة برضو دي مهمة جدا جدا، لأن احنا عندنا مفهوم ان انا ما وديش الحضانة الا لو انا بشتغل او مش فاضي. حقيقي او الطفل في ربط ما بين عمل الام دايما وبين ان الطفل يبقى تحت الحضانة. احنا عايزين كل ام تفهم ان الطفل مجرد ما يكمل 2 سنين لازم يروح حضانة، لان هو ده اللي بيساعد في التعليم بالظبط، والتعليم والادراك والتوسع فيه، ويبتدي ياخد على المجتمع بتاعه والاطفال زمايله قبل ما يدخل المدارس. جزيل الشكر الدكتورة أمال زكي مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، شرفتينا وفاتينا يا فندم، وكل التوفيق إن شاء الله في خطوتك الجاية. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا لوجود حضرتك معانا. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. سونا يا سونسون جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا هو، سونا يا سونسون جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا هو، جيت ومونا يا اشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت، جيت ومونا يا اشوفك جيت، جيت يا عينيا واستنيت، جيت يا هنايا وجه ويايا طيفك من المدرسة للبيت، سونا يا سونسون جيت لك اهو. برحب بحضراتكم مرة تانية، وطبعا سمعنا وعرفنا دلوقتي فقرتنا ايه، مسرح 8 الصبح اللي بنقدم دايما لحضراتكم اصوات جميلة، اغاني جميلة، زمن الفن الجميل. النهاردة معانا
موهبتين صغننين حلوين صوتهم حلو زي ما حضراتكم شفتوا. خلوني الاول اصبح عليهم وارحب بيهم. دنيا احمد حلمي اهلا بك يا دنيا صباح الخير، ومنار حامد اهلا بك يا منار وصباح الخير والاصوات الحلوه الجميله. وخليني ابتدي بك يا دنيا، انت بتدرسي تجاره؟ اه في سنه ثالثه تجاره عين شمس. ثالثه وتجاره، تجاره من الحاجات اللي هي صعبه، وعين شمس كمان صعبه يعني الموضوع بالنسبه لك تحديات. اكتشفت امتى ان صوتك حلو ويعني هيبقى موهبه بس ولا هنحترف الموضوع فيما بعد؟ انا بغني اصلا بقالي 10 سنين. اول ما غنيت مامتي اللي هي اكتشفت موهبتي، غنيت في الاوبرا وغنيت في فرق كتير، بس كملت مع دكتور ايمان بقالي في فرقه المايسترو بقالي 2 سنين وشويه. اطلع مع حفلات طبعا تحية الدكتور ايمان جنيدي وفرقه المايسترو عشان هي صاحبه الاكتشافات الاصوات الجميله دي. اتفضلي. بطلع معاها في الساقيه ومسرح الموسيقى العربيه والاوبرا وكده. طيب منار نفس الموضوع، بقالك قد ايه بتغني يا منار؟ بقالي 6 سنين. 6 سنين وانت اصلا ثانويه عامه. انت بصي يا منار يعني انت خايفه من ثانويه عامه وخايفه وكتكوته صغننه جدا، بس صوتك حلو يا منار، عايزين بقى قوه كده معانا تصحصح. طيب ازاي بقى اليومين دول وثانويه عامه وبنذاكر وفي نفس الوقت بنغني، بتعملي القصه دي ازاي؟ ماما بتقول لك ايه في القصه دي؟ لا صراحه هي بتساعدني جدا وبتظبط معايا الوقت بتاع المذاكره والوقت اللي انا عايز اعمل فيه الحاجه اللي بحبها عشان تحسن من نفسيتي وكده. طيب دنيا تسمعينا حاجة حلوة كده، وإيه رأيك؟ آية سمراني؟ اوكي يلا نبتدي. آية سمراني اللون حبيبي سمراني، يا عيوني نسي على عيون حبيبي سمراني. آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني، آه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني. تحت الرمش عتب وحنين وعذب وعيون ما تنام، دقت معاك طعم الايام والوقت تغيب يا سلام. جوني سألوني جاوبتهم عني دموع عيني، علشانك امشيها بلاد حبيبي يا سمراني. من غير ولا ميه ولا زاد يا حبيبي يا سمراني. الله صوتك ناعم ومريح كده طالع بارتياح. ميرسي. طيب منار سمعينا ايه؟ سمعك حكايتي مع الزمان. الله الله الله، دي حكايتنا كلنا مع الزمان. سمعينا. اتفضلي. كان ده كان كان ده كان كان اسمه حبيبي وكان ده كان كان يوم من نصيبي وكان ضحي بعمري مشوار 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 اسمه الحياة وكان وانا انا اللي بينكم هنا نسيت ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت منه لكم هنا انا وانا يا ما اتحملت انا دموع ما بتتنهيش
وألم ما بيتنسيش لو فات مليون سنة. أنا لا عتب هيش في جراح ولا هيجيب اللي راح، دي حكايتي مع الزمان الزمان الزمان، حكايتي مع الزمان. الله 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 الله، أغنية جميلة وصوت جميل وروقان على الصبح كده. طيب دنيا قولي لي، انت دلوقتي بالتجاره فاضلك سنه يعني ان شاء الله وربنا يعافينا كده نتخرج، بتفكري ان انت تكملي، وخصوصا ان انت دلوقتي فرقه وفرقه فيها مايسترو واحده ست او اول مايسترو سيده، يمكن كنا استضفناها هنا كانت ضيفه رائعه طبعا الدكتوره ايمان جنيدي، مقرره ان انت هتاخدي الموضوع ده بشكل احترافي، هتتوسعي هتاخديه بقى دراسه بعد ما تخلصي دراستك، ولا هتعملي ايه؟ هو انا من وانا صغيره كنت عايزه ادخل معهد الموسيقى العربيه اصلا، بس فجاه بعد ثانويه عامه اتجهت ان انا يعني اخلي الدراسه حاجه والموهبه حاجه، فمش ناويه بصراحه ان انا اخدها احتراف قد ما اخدها كهوايه وموهبه. يعني انت ناويه ان انت هتشتغلي بعد كده في مجالك اللي هو التجاره بعد ما تطلعي، لكن هتبقى الموضوع بالنسبه لك موهبه، موهبه وكده، لكن مش هتبقى احتراف. طب دي حاجه جميله جدا. طب هتسمعينا ايه؟ ممكن بيت العز. الله، اتفضلي. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، ليها خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، ليها خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله 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 الله، على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضينا، الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا، اللقمة الحلوة تجمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة تفرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان، إن جيت من الباب هنرد الباب ونعيش في أمان، وإن جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان، إن جيت من الباب هنرد الباب ونعيش في أمان، وإن جيت من الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان، ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، ليها خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، ليها خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. جميل 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 يا دنيا، وخصوصا بقى ابعد يا شطان ابعد يا شطان وسيبنا حالنا، واحنا بس نقفل الباب كده زي الاغنيه ما بتقول هتبقى احوالنا كلها زي الفل. منار، سمعينا ايه منار؟ سمعك مثلا ام كلثوم. الله، طبعا اتفضلي. انت عمري؟ حلو قوي، اتفضلي. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم
على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، واللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي ابتدى بنورك صباحه، انت 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 عمري. الله يا منار. منار انتي في ثانويه عامه، ناويه تكملي بقى في القصه دي، هتدرسي موسيقى ولا هتعملي زي دي، او يعني هتاخدي بقى الموضوع؟ لا لا، باخدها هوايه بس. هوايه؟ لكن هواية ناويه بس. انتي اصلا علمي ولا ادبي؟ انا لا، علمي. علمي. عايز تدخلي ايه؟ عايزه اخش هندسه. طيب يعني هتبقي زميله ان شاء الله، ربنا يوفقك يا رب ويحقق لك بالتاكيد كل امالك. دنيا، ما عايزه سمينا ايه؟ سألوني الناس. الله، انتوا النهارده اختياراتكم جميله يا جماعه. اتفضلي يا دنيا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لا أول مرة ما بنكون سوا. سألوني الناس عنك، سألوني قلت له نراجع وعتلوني. سألوني الناس عنك، سألوني قلت له نراجع وعتلوني. غمضت عيوني خوفي من الناس يشوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى وبكاني الهوى، لا أول مرة ما بنكون سوا. تحفة تحفة والله بجد، يعني بتمتعينا. طيب انت ناويه تعملي بقى، يعني هتاخدي الموضوع قلتي مش احترافي، لكن مش عايزه ان انت تشاركي تعملي مثلا اغنيه ليكي، بتعملي نشاطات او بتنزلي اغاني ليكي على دلوقتي السوشيال ميديا، من الحاجات المهمه جدا اكتر من ان انت تعملي اسطوانات والحاجات بتاعت زمان بقى، دلوقتي ما بقتش موجوده، دلوقتي بتغني على طول توصلي للجمهور. ناويه تعملي حاجه زي كده؟ انا اصلا بنزل فيديوز بس عندي على الفيسبوك بس، ما عنديش قناه على اليوتيوب او حاجه، بحس اصلا انها بتوصل الموهبه اسرع من اي حاجه هي تاني. دي يعني هو ده المستقبل اصلا، بعد كده أيوة. مش هيبقى فيه لا شركات انتاج ولا كل واحد هيعمل، او شركات الانتاج هتبقى شغاله اصلا على الديجيتال، يعني هو دي الخطوه. ف ايوه، ناويه بقى توصلي جنب شغلك ان شاء الله، ربنا يوفقك اكيد. طبعا ان شاء الله. انا يعني زي ما عندي طموح في دراستي، عندي برضه موهبه، يعني طموح في موهبتي ان انا اوصل لحاجه معينه انا عايزه اوصل لها، بس برضه تبقى من خلال السوشيال ميديا. طب منار نفس الموضوع، ناويه بقى على ايه؟ انا برضو ناويه ابقى زيها كده، ناويه برضو اخد الموضوع برضو موهبه وابقى بالسوشيال ميديا. انا اصلا عامله لي قناه على اليوتيوب برضو. طيب حد طبعا لازم، الوقت للاسف خلص، وكان نفسي ان انتوا تطولوا معانا النهارده. اشكر دنيا احمد حلمي، الصوت الجميل، شرفتينا وامتعتينا. ايوه، منار حامد، البنوته الصغننه، ثانويه عامه. ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله، وتدخلي هندسه وتعملي كل اللي نفسك فيه ان شاء الله. طيب دنيا بقى، انت هتختمي معانا بقى علشان احنا عايزين نختم بحاجه وطني، ف
الختام بقى معاكي. خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله حلقه جديده 8 الصبح. ابدا يومك صح، وخلينا بقى نختم ختام اغنيه وطنيه. اتفضل. مطلوب من كل وطني، من كل وطنيه، مطلوب من كل مصري، من كل مصريه، من كل اب، من كل ام، من كل اخ، من كل اخت، ما تقولش ايه اديتنا مصر ونقولها ندي ايه لمصر، ما تقولش ايه اديتنا مصر ونقولها ندي ايه لمصر، يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، مصر 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 يا حبايب مصر، حبايبنا.